السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم مع تاني حلقة من حلقات Chapter 2 و Discover with Miss Marwa Fayed. معكم Marwa Fayed Science Teacher. يلا بينا نستكمل الجزء الثاني من Chapter 2. كنا أخذنا الحصة اللي فاتت، هل إحنا كلنا متشابهين؟ Are we similar؟ عرفنا لا، إحنا في أماكن عندنا مختلفة في السايتس، في الأماكن اللي ممكن تتزور، في الوزر، في الفيموس فود، الأكلات المشهورة، ففي we are similarized and difference، إحنا متشابهين في حاجات ومختلفين في others، في حاجات تانية. النهاردة هنستكمل مع بعض where we live، يا ترى إحنا عايشين فين؟ هنتعرف برضو على بعض، ماشيين برضو في نفس طريقنا في إن إحنا بنتعرف على بعض الأماكن where we live. طبعاً قدامك هنا Egypt map وعليها سيتيز كتير جدا، يعني شايف هنا ألكسندريا، شايف كايرو، أدا هنا قدامك، ألي مثلا هنا ألكسندريا، كايرو، فيوم، سويز، هورجادا اللي هي الغردقة، أسيوط، سوهاج، لوكسر، أسوان، لكنصر، طبعا دي بحيرة لكنصر، في بعدها كمان لوكسر، في شرم الشيخ. تمام، في عندك طبعا زي ما احنا اخذنا في اني ماب، في عندي طبعا المين الليجند مفتاح الخريطه، وكمان عندي الكامباس روز بتاعتي. تعال نشوف هنا، طبعا ده درس شيق جدا. يلا نشوف عندنا ايه كمان. اتفضل، بيقول لك هنا سايت تو فيزيت. طب انت لو حبيت تزور لوكسور تمبل، لوكسور تمبل يا ترى لوكيتد ان، موقعها فين في المدن اللي على الخريطه اللي عندك؟ لوكسور تمبل جاي من اسمها لوكسور، يبقى تقع فين؟ في لوكسور، يبقى اكيد هنا، يبقى هنا سايت تو فيزيت. هل انت تحب تزور لوكسور تمبل؟ ايوه احب ازور لوكسور تمبل، موقعها فين؟ اللوكسور. طيب كاتادل اوف كايتباي، قلعه كايتباي، انت لسه قايله لي الدرس اللي فات، موجوده في الكسندريا، يبقى موجودة in Alexandria. تمام، هكتبهم تحت تاني. قارون ليك، قارون ليك يا ولاد، دي بحيرة قارون موجودة في الفيوم، ودي رسمتها اهي. هاي دام، هاي دام in أسوان. طيب list two cities in the order، هنرتب المدن اللي أنا هحب إن أنا أزورها في النقاط اللي جاية دي. يلا نكتب سوا، نجهز القلم بتاعنا. الأماكن اللي هزورها على الترتيب، أنا قلت إن أنا هروح لوكسر تمبل، يبقى دي موجودة في لوكسر. نمبر 2 كاتدرال أوف كايتباي موجودة في ألكسندريا. كارون ليك موجودة في الفيوم، كلمة الفيوم موجودة حتى عندك على الخريطة فوق. نمبر 4 انا هروح في هاي دام، ده موجود ايه ان اسوان، خدنا الترم الاول اسوان، يبقى دي الاماكن اللي انا احب ان انا ازورها. في ناس تانية عايزه تزور هورجادا، في ناس تانية عايزه تروح تزور شرم الشيخ، بورت سايد، عايزين يزوروا جيزه ويشوفوا البيراميدز ويشوفوا سفنكس. في اماكن كتير مصر غنيه بالاماكن السياحيه اللي تتزور. يلا ولاد ننزل مع بعض. بعد كده هنتعرف على itinerary. ايه هي itinerary؟ ده definition جميل جدا. itinerary it is a planned route for journey، هو التخطيط المسبق للرحلة، يعني هنروح أول حاجة هنروح فين، تاني حاجة هنركب إيه، هنروح المكان التاني اللي بعد كده هنروح المكان التالت، زي ما احنا خدنا الجزء اللي فات لما كانوا العيلة قالت إنها هتروح الأول لوكسر، بعد كده فيزت أسوان، بعد كده فيزت جيزة، بعد كده return to home. يبقى هنا الاتينراري it is a planned route for journey، هو التخطيط المسبق للرحلة، التخطيط للرحلة. وطبعا أنا سايبة لك أماكن هي تكتبها 5 times عشان تبقى عارف كلمة itinerary. itinerary the definition of itinerary the planned route for a journey.
بعد كده هنتعرف بقى على ايه هو بقى مسار الرحلة. طبعا عشان اي رحلة احنا محتاجين ترانسبورتيشن، اكيد مش هنروحها مشي. people travel from one place to another place by transportation، يبقى هنا الناس بتسافر من مكان الى مكان باستخدام وسيلة المواصلات. عندي وسائل مواصلات كتير بقى جدا، عندي بايسكل وبلين وكار وباص وكابجو وبوت وترين، بس طبعا مش كل وسائل المواصلات تنفع في كل الرحلات اللي بنروحها. تعالى هنا مثلا، هنا بقى هنكتب رايد ذا نيم، طبعا يعني تدريب سهل فوق الوصف. لو احنا قلنا ده، طبعا احنا هنعمل هنا هنختار الترانسبورتيشن المناسبه باي يوزنج وورد. رايد ذا نيم اوف مينز، ما معنى كلمه ترانسبورتيشن باي يوزنج ووردز؟ طبعا هنا دي كار، هنا بايسكل، يعني انت هي اصلا مش محتاجه حتى ان انا احلها معاك لان انت شطور جدا. بس هنا كاتب اهوت اللي هو الكارج، عندك هنا كمان بلين وعندك ترين وعندك بوت. هل المكان اللي انا اروحه بالبوت هو نفسه اللي اروحه بالبلين؟ هل هو نفسه المكان اللي اروحه بالترين؟ لا طبعا، كل وسيله مواصلات ليها المكان المناسب ليها او المكان اللي ينفع اركب وسيله المواصلات دي عشان اروحه. تعال نشوف ازاي. هنا jobs and transportation، هنتعرف بقى على الوظائف الخاصة بوسائل المواصلات. ازاي؟ اولا انا عندي وسائل المواصلات زي ما اتفقت معاك، باص، ترين، بلين، حتى الووك، عندي كمان البوت، يعني عندي وسائل مواصلات كتير، باص وكار وترين وبلين والبوت والووكينج. طيب تعالى ناخد اول وسيلة الباص. الباصز هنشوف دلوقتي مع بعض الوظائف الخاصة بالباصز، بالإيه؟ بالأتوبيسات. أول حاجة الأتوبيس مش لازم له سواق ولا هيمشي لوحده؟ أيوة تمام، لازم له باص درايفر. باص درايفر ذا بيرسون هو درايف ذا باص، هو الشخص المسؤول عن قيادة الباص. طيب لو باظ أو عطل يبقى محتاجين ميكانيك. ميكانيك it is a person who fix the bus، هو المخصوص عن إصلاح الباص. طبعا ده المخصوص، ميكانيكي ده ميكانيكي بتاع الباصز مخصوص، يبقى اسمه باص ميكانيك. تمام. order to keep بتطلبه، to keep it working، علشان يجي يمارس عمله. يبقى a person who fix the bus، هو شخص بيصلح الباص. in order to keep it working، عشان يرجعه تاني يصلح للعمل. يبقى هنا بالباص محتاجين باص درايفر، سائق الباص، وميكانيك اوف باص، والميكانيكي اللي هو فيكس، بيرسون هو فيكس ذا باص. طيب عندي وسيله مواصلات ثانيه وهي الترين. طيب الترين برضو هل هو هيتسق لوحده؟ لا، محتاجين ترين درايفر. ماله ماله بقى؟ قال لك ترين درايفر ذا بيرسون هو درايف ذا ترين. سهله يا مس، عرفتها وخلاص، الشخص المسؤول عن قياده الباص. طيب محتاجين كمان ستيشن ماستر. مين ستيشن ماستر ده؟ ستيشن ماستر ده بيكون بره القطار، وهو ده اللي بيتحكم في حركه القطارات عشان ما تعملش اكسيدنت مع بعض. يبقى ذا بيرسون هو اوبريتس، بينظم او بيتحكم ذا ترين ستيشن، في محطه القطار. عندك بعد كده كوندكتور. كوندكتور ده المحصل، ده بقى فين ده بقى؟ ده inside the train، ده بيبقى جوه الترين. the person who takes your ticket، اللي بيسألك يقول لك ticket ticket، تذاكر تذاكر، ده بيبقى موجود جوه الترين وبيسألك عن التيكت جوه الترين. لو انت ما كنتش قطعتها بره او اشتريت التيكت من بره، فانت هتشتريها ممكن منه من جوه الترين. يبقى عندك في الترين عندي ترين درايفر، وكمان عندي ستيشن ماستر، وعندي كوندكتور. بالنسبة بقى للإيربلين، بالنسبة للطائرات، محتاجة بايلوت، طيار. ده ذا بيرسون هو فلايز، هو الشخص اللي بيطير بالإيربلين. يبقى ذا بيرسون هو فلايز ذا إيربلين، محتاجين دايما بيبقى في واحد قاعد جنبه حاطط سماعات في ودنه، ده كو بايلوت. كو يعني مساعد طيار. The person who helps the pilot fly the airplane، بيساعد الطيار في طيران الطائرة. والجميلة اللي بتبقى ماشية مع التورست أو الباسنجر، المسافرين اللي بتساعدهم أو بتقدم لهم طلبات أو أي خدمات، وهي الفلايت اتندنت اللي هي مضيفة الطيران. The person who makes sure you are safe on the airplane، هي الشخص المسؤول عن حفظ وسلامة المسافرين في الطيارة.
طبعا عندنا في كل الوسائل اللي انا حكيتها لك دي في واحد بقى شخص مشترك ما بين كل الوسائل دي، وهو تيكت ايجنت. تيكت ايجنت هو قاطع التذاكر، ذا بيرسون هو سيل تيكتس، شخص بيبيع التذاكر للباص والترين والايربلين. بكده اولاد انا اكون انهيت معاك حصه اليوم، اتمنى انها تكون نالت اعجابك. وزيو مس مروه فيت ساينس تيشر، ثانك يو اند جود باي.